في حلقة اليوم غادي نشوفوا حالة اجتماعية ديال الشاب اللي كيصرخ ويحاول يضرب الأم ديالو في الشارع. نشوفوا ردة فعل المارة. راه ماماك أنا حسن. وهاتي ماما. هبط يديك أسي محمد، هبط يديك، راه شو ما تهضر معايا بالطريقة. يا ما نقول هذيك أمي، أنا يا ما نقول هذيك. كتعرفي ما فهمتش علاش كديري هكا، شنو كتربحي ملي ما درتي هكا؟ سي محمد راه ماماك انا ما صدقتش. وانتي ماما، وانتي ماما، وانتي الله يجازيك بخير المهم. وانتي ماما بيني وبين هذا كاين شي واحد كيهضر مع عمو بهذه الطريقه؟ لا شو اسمح لي عاوتاني كتبكي باش نطيحو في واش كاين شي حد كيهضر مع عمو بهذه الطريقه؟ راه حشومه، راه عيب، راه عيب. سي محمد عمرك شتي شي ولد كيهز يدو على ماما بهذه الطريقه هذه؟ عمرك شتيها؟ ماماك بيني وبين ماما، لا بيني وبين ماما، لا ماشي عيب، دخلت عليك بالله واش ماشي عيب؟ كيفرج فيا الناس بحال هكا في الزنقه كلشي كيتفرج فيا. وقول له شنو السبب؟ كيطلب مني شي حوايج فوق من طاقتي ما قداش انا نوجدو مني. لا ما كاينش فوق من طاقتك، هادشي اللي كتقولي ما كاينش. الله يرضيك. حتى سبب ما يخليك تغوت عليا هكا على الشيطان السي محمد. هي ماما، ماما كتعرف تعطيها هذا تبقى تعطيها الناس اللي بغات. حشومه بزاف. عطيني شي اكزومبل. اللي طلبتو منها لا سمح ليا ماشي في جهدي، لي هذا لا ماشي في جهدي، وهي حتى شي حاجه ما في جهدها. داكشي اللي في جهدي راه كنديرو معاك السي محمد، قول عدو بالله مش تراجي. شنو كديري معايا؟ كتقريني هذا هذاك واجب عليكم. شوف شوف ولكن سير على قدر الاستطاعه ديالها. الله يرحم ليك الوالدين اختي شادي شادي. واش عارفه تقدر ديرو ولا راه عارف ولي كاين؟ لا بغات ديرو راه دير. ما يمكنش انت كتعرف كلشي شنو كاين. لا بغيتي ديري راه كديري. ولكن هضر بشويه، هضر بشويه. ولاد الصك كتعرفوا تخرجوا منه غير. انت شوف طريقه التعامل، شوف شوف طريقه التعامل. يلا عاجبك الحال هادشي اللي دايره لنا؟ انا اللي داير ولا انت اللي داير؟ الحال لا عاجبك. ما دايره والو. يلا بكي باش الناس تعزي عليهم وانا هذا بكي. بكي. ودابا طلبناك ما وجيتيش. لا سمح لي يا شريف، هادشي اللي ديالها ما بقى فيه لا طليب لا والو، ما كيستحملوش. ما كيستحملوش الواحد. وبدي الساعة أخرى دابا خليها هي بدي الساعة يلا معايا يلا. لا شريف سير مع السيد هضر معاك. لا نمشي مع حتى شي واحد، ما أنا نبقى معاك. الله يرضي عليك. الله يرضي عليك يا شريف. لا ما نمشي مع حتى شي واحد. سير مع السيد هضر معاك واحد شوية وقول عاد بالله مش تراجع. أنا وياه المشكل بيني أنا وياه يبقى بيني أنا وياه. وها هو شنو الفرق ما بين هنا والدار؟ شوف حشم غير من الناس، انا ما تحشمش. لا علاش نحشم من الناس؟ كندير بخير. قولي لي شنو كندير؟ واش كاين شي ولد كيهضر مع عمو بهذه الطريقه؟ علاش علاش انا نحشم من الناس؟ علاش ولكن راه عيب، راه عيب. علاش كيفاش علاش عيب؟ هبط يديك راه شو ما تهضر معايا. حنا ملي كنطلبوا شي حاجه لا وهذا الصاك يخرج منه ديك الشيء. هادشي راه ماشي معقول. السلام عليكم. السلام عليكم. معك فقرة رسالة في قناة ميديا تي في. التدخل ديالك كان تدخل إيجابي. معلوم. شفناك عطيتي الوقت كثير لل. ياسر نعطيه وقت لأنه عندي ولادي وخصني نعطيه وقت. ما خاصش هذا الشيء يكون في. ما خصوش يكون في الجامع. يعني بحال هذه الحالات. بحال هذه الحالات أنا ضدهم، ما يمكنش نتقبلوهم. كنشكرك بزاف على قناه ميديا تي في. شكرا على التدخل ديالك. هادو راه جوج ممثلين. انا كيكون عندك شي حاجه نسكتو فيها. يلا امك انت مشكل. الله يجازيك بخير. شكرا. واش ماماك؟ واش ماماك راه غدير لك اللي بغيتي؟ انا يمكنش راه ما توصلش هذه. السلام عليكم. معكم تجربه اجتماعيه الرساله قناه ميديا تي في. هذا المشهد اللي عشتوه هو مشهد تمثيلي. مشهد تمثيلي ودخلتو. خاصني حتى تلبس. كيفاش شفتي هذا المشهد ديال الولد؟ ما عجبنيش الحال حيت فوالا فهمتي هو ولدي غوت على مو هذا ما نتقبلوهاش. ما نتقبلوهاش فوالا. ما خصهاش تكون عندنا فوالا.